في هذا القسم سأقدم لمحة عامة عن الوضع القائم بالنسبة للأطفال على الصعيد العالمي، وأكثر تحديدا الأطفال في الظروف الإنسانية. نحن نعلم أن الدماغ النامي يحتاج إلى مدخلات عدة: الصحة والرعاية والحماية والإثراء. من خلال دمج هذه المدخلات المتعددة في الجهود التي تساهم في تنمية الطفولة المبكرة، يمكننا تعزيز الإمكانات النمائية للأطفال الصغار. في ذات الوقت نقوم أيضا بمضاعفة الأثر لتنمية الطفولة المبكرة على العديد من أهداف التنمية المستدامة، مع روابط واضحة بمجالات مثل الصحة والتغذية والتعليم، ولكن أيضا مع أهداف أقل وضوحا مثل المساواة بين الجنسين وسبل العيش وبناء السلام. مع إدراج البند 4.2 من أهداف التنمية المستدامة تحت هدف التعليم الجيد، يتم أخيرا الارتقاء بتنمية الطفولة المبكرة إلى جدول أعمال السياسة العالمية. ولكن كما نعلم، فإن تنمية الطفولة المبكرة أكثر بكثير من مجرد الاستعداد للمدرسة. يسلط هذا الرسم البياني الضوء على مساهمات تنمية الطفولة المبكرة والرعاية في مرحلة التنشئة عبر العديد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى، مع التركيز على الطبيعة الشاملة ومتعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة، فضلاً عن أن طموح أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقه دون تعزيز الرعاية في مرحلة التنشئة لتنمية الطفولة المبكرة. لكن النهوض بالرعاية في مرحلة التنشئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب رؤية سياسية طموحة جنباً إلى جنب مع استراتيجيات عملية للتطبيق. هناك تقدم ملحوظ يمكن أن نشير إليه ونحتفي به: انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 59% منذ عام 1990. في غالبية البلدان، أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات يسيرون على طريق النمو الصحيح في ما لا يقل عن 3 من المجالات التالية: معرفة القراءة والكتابة والحساب، والنمو الجسدي، والنمو الاجتماعي العاطفي، والتعلم. لدى 87 بلد سياسات أو خطط عمل وطنية لتنمية الطفولة المبكرة، ولدى 53 بلد حزم متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة. مع ذلك، يجب القيام بأكثر من ذلك بكثير. فقط 71% من الأطفال دون سن الخامسة كانوا على مسار النمو الصحيح في عام 2020. يترك في بعض الأحيان أكثر من 35 مليون طفل دون سن الخامسة دون إشراف من الكبار. 66% من الأطفال الصغار، أي بين 0 و5 أشهر، لا يرضعون رضاعة طبيعية حصرياً. 175 مليون طفل من سن 3 إلى 6 سنوات غير مسجلين في التعليم في برامج تربية الطفولة المبكرة. تحدث 47% من وفيات الأطفال دون سن الخامسة في الشهر الأول من حياتهم. ولقد فاقمت جائحة كوفيد-19 هذه التحديات، إذ جرى تعطيل كبير للخدمات المقدمة للأطفال الصغار، وهددت الاستثمارات في تنمية الطفولة المبكرة. بالنسبة إلى الأطفال الذين يعيشون في ظروف إنسانية، فإن المخاطر مثل النزوح القسري والهجرة وسوء التغذية ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية وانعدام الأمن تهدد فرصهم في البقاء على قيد الحياة والازدهار. مع استمرار ارتفاع عدد الأشخاص المتضررين من الأزمات، تزداد كذلك نسبة الأجيال القادمة التي تعاني من أزمات النزوح والنزاع الشديدة. وفقاً لليونيسف، في عام 2018 ولد أكثر من 29 مليون طفل في المناطق المتضررة من النزاعات. ووفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ما يقارب 5 ملايين امرأة حامل و 34 مليون امرأة في سن الإنجاب يعيشن في ظروف إنسانية. يقدر أن 43% من الأطفال دون سن الخامسة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بما في ذلك الظروف الإنسانية، معرضون حالياً لخطر عدم بلوغ إمكاناتهم التنموية، ما يقدر بنحو 60% من وفيات الأمهات التي يمكن تجنبها، و 53% من وفيات الأطفال دون سن الخامسة تحدث في ظروف النزاعات والنزوح والكوارث الطبيعية. تشير الدلائل إلى أن الخدمات التي تدعم تنمية الطفولة المبكرة، بما في ذلك تلك التي تدعم الأهل ومقدمي الرعاية والعائلات في أوقات الأزمات، يمكن أن تخفف من الآثار السلبية للصدمة والضغط على الأطفال الصغار وتعزز الصمود والرفاه. بينما يمكن أن يواجه جميع الأطفال في البيئات فقيرة الموارد عقبات هائلة في تحقيق إمكاناتهم التنموية، فإن الأطفال الصغار في ظروف الأزمات معرضون بشكل خاص للتهديدات الجسدية والنمائية والعقلية والعاطفية. المخاطر المضاعفة على نمو الأطفال الصغار تأتي من سلسلة متصلة من التجارب التي قد تشمل النزوح القسري والهجرة وإعادة التوطين في بيئة جديدة مثل مخيم للاجئين أو الاندماج داخل المجتمعات المضيفة. من الممكن أن تؤدي هذه التجارب إلى حصول الأمهات والرضع
وصغار الأطفال على وصول محدود للخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، ومخاطر عالية لسوء التغذية، وارتفاع مستويات انعدام الأمن والعنف والتوتر، وآثار محتملة أخرى ناشئة عن محن اجتماعية واقتصادية أو الفقر. على خطة الاستجابة الإنسانية والخاصة باللاجئين أن تبني من البداية استجابة تتضمن جوانب شاملة للرعاية في مرحلة التنشئة للأطفال الصغار والأسر. ولكن كشفت دراسة في نيسان 2018 ل 26 خطة استجابة إنسانية ومتعلقة باللاجئين ثغرات كبيرة. نحو 50% من هذه الخطط لم تذكر التعلم أو التعليم للأطفال تحت السن الخامسة. فقط 30% من هذه الخطط شملت التعليم لمن هم دون السن الخامسة، مع ذكر محدد لتربية الطفولة المبكرة قبل الابتدائية. أقل من 50% من الخطط ذكرت تدخلات مرتبطة بالرعاية المستجيبة، وفقط 33% من الخطط شملت أطفال تحت السن الخامسة ضمن هدف استراتيجي. يعمل تحالف Moving Minds، وهو شراكة مؤسسية عالمية لدعم تحديد أولويات الأطفال الصغار ومقدمي الرعاية لهم في الظروف الإنسانية، على توسيع نطاق التمويل والسياسات والقيادة اللازمة لدعم الأطفال الصغار والأسر المتأثرة بالأزمات والنزوح بشكل فعال في كل مكان. في ديسمبر 2019 أصدر التحالف دراسة لمستويات المساعدة الدولية لخدمات الطفولة المبكرة في ظروف الأزمات، وكشفت الدراسة أن 2% فقط، أي 463 مليون دولار من إجمالي التمويل الإنساني الذي تم الإبلاغ عنه في عام 2018، استهدف بوضوح السنوات الأولى أو ذكرت تدخلات ذات صلة بتنمية الطفولة المبكرة، وهذه النسبة 2% هي أيضا موزعة على أكثر من قطاع. كما أن حصة إجمالي مساعدات التنمية المخصصة للطفولة المبكرة منخفضة للغاية، حيث بلغت 3.3% في عام 2017. تعزى العديد من العقبات التي تحول دون تحسين نتائج تنمية الطفولة المبكرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى تحديات تمويلية على المستوى المحلي. إذن ما الذي يمكن فعله؟ يسلط الملخص الصادر في ديسمبر 2020 بعنوان الرعاية في مرحلة التنشئة للأطفال الذين يعيشون في الظروف الإنسانية الضوء على الإجراءات التي يجب على البلدان اتخاذها لتعزيز الرعاية في مرحلة التنشئة وتقليل تأثير حالات الطوارئ على حياة الأطفال الصغار وأسرهم، وتدعو جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى الاستثمار في السياسات والتدخلات القائمة على الأدلة التي ثبت أنها تبني القدرة على الصمود وتحد من الآثار الضارة لحالات الطوارئ. هنا بعض الأمثلة عن الإجراءات الموضحة في الملخص. تذكر استدامة الإجراءات المحددة التي تساهم في الرعاية في مرحلة التنشئة للأطفال ربطا بوضع ومرحلة الطوارئ. إنشاء مساحات آمنة للعب والتعلم للأطفال الصغار ومقدمي الرعاية لهم. تعزيز إجراء تقييم استجابة سريع لاحتياجات النساء الحوامل وصغار الأطفال والقائمين على رعايتهم. تحديث السياسات والخطط الحالية لضمان استمرار الاهتمام والتمويل للرعاية في مرحلة التنشئة. إضافة تعزيز قدرات الموظفين على دعم الرعاية في مرحلة التنشئة لتنمية الطفولة المبكرة. حماية الصحة النفسية لمقدمي الرعاية وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي. ومع أن تم الأخذ بعين الاعتبار وضع الأطفال الذين يعيشون في ظروف إنسانية بشكل خاص خلال تطوير هذه الإجراءات، إلا أن الإجراءات نفسها تنطبق على الأطفال والعائلة في كل مكان. هذا هو الوضع القائم بالنسبة للأطفال الصغار اليوم. ماذا سيكون الوضع بالنسبة للأطفال الصغار في السنوات القادمة؟ نحن نعتمد عليكم في ضمان أن تصبح تنمية الطفولة المبكرة أولوية في السياق لديكم وتظل كذلك، من السياسات إلى التمويل إلى الخدمات إلى تقديم الرعاية اليومية لدى الأسر المعيشية. ما الذي يمكنكم فعله لإحداث فرق في حياة الأطفال الصغار وأسرهم في السياق لديكم؟